الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط في العراق أن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي تجاوزت 7 مليارات دولار. وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89,140,000 برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي فقد بلغت الكميات المصدرة 2,834,000 برميل. وأوضحت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3,295,000 برميل بسعر صرف للدولار بلغ 76 دولارا و75 سنتا للبرميل الواحد. أكد خبراء الاقتصاد والطاقة في العراق أن جولة التراخيص النفطية التي أبرمها العراق مؤخرا لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وأوضح الخبراء أن العراق لن يصل للاكتفاء الذاتي بعد جولة التراخيص النفطية الخامسة، مبينين أن الحديث عن الاستغناء عن الغاز الإيراني بعد سنوات قليلة هو ضرب من الخيال. وأشاروا إلى أن العراق يستورد سنويا من إيران الغاز بمبالغ تصل لنحو 4 مليارات دولار، مستبعدين تحقيق العراق الاكتفاء في مجال الغاز حتى بعد الانتاج في الحقول التي تعاقد على استثمارها في جولة التراخيص الخامسة. حددت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في جميع المؤسسات الحكومية. وقالت الوزارة إنه استناداً إلى قرار البنك المركزي تحديد سعر الصرف ب 1300 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد، حيث سيتم العمل بهذا القرار في جميع المؤسسات الحكومية. بدأ لبنان بتطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي في المتاجر الغذائية الكبرى بهدف الحد من التلاعب في الأسعار واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار. وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90,000 ليرة لبنانية، مضيفا أن لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار. رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي 2023 من 2 إلى 2.3%، كما رفعت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام 2024 من 3 إلى 4%، آخذة في الاعتبار تأثيرات أنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها زلزال كهرمان مراش. وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.6% في عام 2022 متجاوزاً التوقعات، فيما تباطأ معدل النمو إلى 3.5 في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.